Today we'll handle with 3.4 geometric grid 7 parallel and perpendicular lines. What's the difference between parallel and perpendicular lines? Let's go to postulate our theorem direct. Now if two lines are parallel to the same line, then they are parallel to each other. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي line A ده هوت is parallel to line B. كويس. In the same time, exactly. In the same time, line C is parallel to line B. خلاص. This means that A and C are parallel also. Okay? This is good. دي سهلة. إذا كانوا الاثنين بي parallel to the same line, the common line اللي بينهم. This parallel to that. And this parallel to that means one parallel to three. خلاص يبقى 2 ده كان مجرد بي ايه بيأكد لي القصة ماشية ازاي. طيب دي البستيريت نمبر 1 ماشي. نشوف نرجع تاني لنفس الصفحة اللي فاتت ونشوف نمبر بستيريت اور ثيورم 3.9 ان بلين. كل ده ان بلين طبعا مفيش اوت اوف بلين. If two lines are perpendicular to the same line, if two lines are parallel to the same, if two lines are perpendicular to the same line, then both are perpendicular to each other. يعني ايه الكلام ده برضو؟ line M is perpendicular to T. okay, ادي M perpendicular to T. جميل جدا. كمان عندي line التاني اللي هو N is perpendicular to T. الاثنين perpendicular to T. خلاص. يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى M parallel to N. sure. M and N are parallel. correct correct لان في الانترسيكتور اللي دخل في الاثنين. ازاي ال N وال T هما مبرر؟ M and N are parallel. M and N. لا هنا في الثانية دي ما قلتش perpendicular. دي perpendicular. perpendicular called perpendicular. علامة البارلل بتترسم كده. علامة البربنديكولار بتترسم كده على اساس ان في انجل 90 ديجري هنا. ده اسمه perpendicular وده اسمه parallel. ده اسمه perpendicular وده اسمه parallel. اوكي. ففي تو ديفرنت يعني زي ما تقول ايه شكل abbreviation ليهم او indication. notice that theorem 3.9 includes phrase in plane. in plane دي يعني ايه؟ لازم يكونوا في البلين. ما ينفعش واحد يبقى in plane يعني على نفس الورقة على نفس السطح ده على نفس الديسك. in plane مفيش حاجة تطلع كده لفوق. بيتكلم كله in plane يعني حاجة كده وده جاي كده. ما تجيبليش حاجة طالعة لفوق. اوكي ده اسمه in plane. طيب given فبيحاول يعمل لها بروفينج. given in plane ادي parallel line R ده R اهوت ده اللاين اللي اسمه R ماله perpendicular to T. كويس جدا. يعني اللاين ده اهو perpendicular للاين الاحمر الثاني ده اهو. كويس جدا. كمان في parallel line ازرق ثاني اللي هو S also is parallel to or sorry perpendicular to T also. يبقى برضه ال S perpendicular لل T. طب وبعدين قال لك عايزين نثبت ان هما تو بروف ان الار بارلل تو اس. اثبت لي ان ار بارلل تو اس. ازاي تقدر تعمل بروفنج للكلام ده؟ هيعملها عن طريق مين؟ عن طريق دي اسمها ايه النظريه دي؟ اما في اثنين انجلز بيساووا بعض هنا دي اسمها ايه؟ كورسبوندنج. كورسبوندنج بالظبط. برافو عليك. كورسبوندنج. وكان ممكن تيجي برضو من ايه؟ من تو سيميلر لاين اللي هو سيم سايد. سيم سايد انترنال. سيم سايد انترنال ازاي؟ كنت هجيب دي كده ودي كده. سيم سايد انترنال كده ودي هلاقي مجموعهم 90 بلس 90 يساوي 180. تنفع وخلاص. ممكن كان في يثبتها بطريقه ثالثه. شوف شوف الكلام الجميل. في سي دي. برافو. كان ممكن يجيب دي ويقول له طب ما هي دي 90 الاخرى. ماشي. يبقى دي اسمها ايه؟ الترنيت. ها الترنيت اكستيرير انجل. وكان ممكن يجيبها بطريقه رابعه. كان ممكن يجيب دي كده 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 ويقول له دي مع دي برضو دي الترنيت انتيرير انجلز. كل دول التو لاينز البربنديكولار بيشكلوهم لان انا عندي كله شكل لي ذا انجل مقدارها كام؟ 90 ديجري. وميزه ال 90 ديجري لما يكون سبلمنتري. لما يكون في سبلمنتري انجل اولا تعال نشوف السبلمنتري انجل هي ايه. سبلمنتري انجل اللي هي الانجل دي كلها مجموعها كام؟ مجموعها 180. لما انا اقول لك كده بالجرين ان الجزء منها من ده بالبرتيكولر دي 90 الجرين دي 90 يبقى الماجنتا دي كام؟ بالعقل كده دي كام؟ الماجنتا تعمل 180 90 ما هي معروفه تطلع 90 خلاص. دي يبقى دي اسهل ده اشهر زاويه في التاريخ. الريد انجل اللي هي 180 الريد انجل ديت
دي 180، دي دايما لما يكون في لاين يبقى في 180. جه اللاين الازرق ده وطلع كده لفوق فقسمها نصين، طبعا ده اسمه تو هافز، واحد 90 على الشمال واحد 90 على اليمين، ده عمل بربنديكولار. افادتني هنا بايه؟ ان لما دي تبقى 90 يبقى اختها هنا 90، تبقى اختها هنا 90، تبقى الله الله الله. ده اشهر كروس في التاريخ، ده علامه بلس، علامه بلس او كروس. بتعمل ازاي؟ اللي هو ده كده، اللي هو الاربعه بيساوي كام؟ الفور انجلز هنا بيساوي كام؟ كل واحده 90، لان 90 تايمز 4 ايكوالز 360، وده فعلا صح. ولو كان لاين لوحده ودي عامله كده 90 و90، دي 90 تايمز 2 ايكوالز 180، خلاص ده صح وده صح. يبقى اذا الكروس المشهور ده اللي هو علامه بلس، كل الزوايا الانجلز بتوعه كام؟ 90. 90 بلس 90 بلس 90 بلس 90. يعني لو لقيت سبلمنتري انجل مرسومه كده، انجل كده ودي 90، اعرف ان اختها هنا 90، ولو مديت الخط ده الناحيه دي هيبقى كلهم 90. خلاص مفيش اوبتيوس، مفيش اكيوت، خلاص نو اكيوت نو اوبتيوس، لا هي كده ولا كده. تعال نشوف ده سولفنج ويز بارل لاين. دي كام؟ دي 45 ودي 45، لو لحمناهم في بعض قربنا ده من ده. 45 تايم 2 تساوي كام؟ 45 تايمز 2 تطلع كام؟ تطلع 90. اه ما هي 45 بلس 45، شايف دي؟ مش دي 45 ودي 45؟ اه مجموعهم كام؟ 90. يبقى لو لا يبقى معنى كده لو المربع ده ايش اللي اتحرك هنا هيشكل لي حاجه عامله كده، لا 90 هنا و90 هنا، سكوير اهو صح. يبقى اذا ده اتس اوكي. كده شفنا كل السولفنج بروبلم ويز بارل لاين، ده بارل لاين برضو ماشي اوكي. نخش بعد كده في البوستيوليت نمبر 2 او الثيرم 310. 310 بتقول ايه؟ ان بلين اف ا لاين از بربنديكولار تو 1 اور 2، اللاين ده بربنديكولار لواحد او اثنين ماشي، تو بارل لاينز ذن ات از اولسو بربنديكولار تو ذا اذر. يعني اللاين دوت، اللاين ده البنجنتا دوت شايفه، هو بربنديكولار لمين يا استاذ؟ بربنديكولار للاحمر ده، بس للبخت كان الاحمر دوت بارل للازرق، كان بارل للايه؟ للازرق. الاحمر والازرق بارل، خلاص لما الاحمر والازرق بارل هما الاثنين، والماجنتا بربنديكولار للاحمر، يبقى الماجنتا بربنديكولار للازرق كمان ولا لا؟ يس، لانهم بارل، لانه عمل تو الترنيت انتيريور تو الترنيت اكستيريور، عمل كل حاجه اهي. دي كده تو الترنيت اكستيريور مع ديت، ودي كده هتعمل مع دي تو الترنيت انتيريور، ودي مع دي هيعملوا سيم سايد انتيريور. كل الانجلز هتيجي كلها ايه؟ اول انجلز ار 90، اي انجل في المنظر ده 90 على طول. عشان كده كلمة 90 معناها الاكسبريشن ده معناها ايه؟ ان ان بربنديكولار تو ام وان بربنديكولار تو ال. كل اهو برضه نقدر نقول ان بربنديكولار تو ال، صح انا غلطان؟ كلمة بربنديكولار يعني 90، حتى العلامة نفسها اللي بتترسم دي بترسم كده صح؟ طيب تعالى في الكيوب، الكيوب ده اشهر ماب، اشهر الكيوب والسكوير والريكتانجل كلهم اشهر حاجة في الايه؟ في 90 ديجري انجل، في 90 ديجري انجل. شايف البلين الاصفر اللي ورا ده؟ ده البلين الاصفر، ماله ده؟ اللاين اللي هو دوت، شايف اللي هرسم عليه كده؟ شايف اللاين الازرق ده؟ عامل ايه مع اللاين الاحمر دوت؟ اهو دي لاين احمر، عاملين 90 ديجري ولا لا هما الاثنين؟ 90 ديجري في البلين، طيب وهنا 90 ديجري، وهنا 90 ديجري، كل البلينز دي كده. طيب بروفينج ريليشن شيب بتوين لاينز، يعني هنا برضو نفس الكلام، قال لك ده لاين اهو الازرق الاحمر ده بار اللاين الاحمر الثاني، جميل جدا. جه اللاين الازرق الجميل ده راح عمل على ده 90 ديجري، ادام عمل هنا 90 ديجري يبقى دي كام؟ 90 ديجري، ودي ايه؟ 90 ديجري. ايه اخبار ده وده؟ الاثنين الزرق مالهم؟ بار اللي هم كمان. ليه بار ليل؟ لان في هنا 90 ديجري وفي هنا 90 ديجري. صح انا غلطان؟ بس كده، فدي كده برضو قصه جميله جدا. بعد كده نشوف المساله اللي بعدها. هنا دخل في الاكزامبلز بقى والمسائل، تعال نحل دي. نمبر 10 بروف ذات بربنديكولار ترانسفير سيرم دوت ان لاين بربنديكولار لاين تو تو لاينز ات از بربنديكولار اوسو ذا اذر لاين. ازاي تثبتها؟ اذا كان ده بارل لده، لو ده بارل لده يا احمد يبقى دي ايه؟ يبقى الزاويه دي ايه؟ كورسبوندنس. ازاي كده كورسبوندنس دي؟ ادام دي كورسبوندنس دي وبقت 90. يعني ايه 90؟ 90 يعني عمل معاه 90 ديجري، واي لاين مع لاين 90 ديجري معناه انه ايه؟ انه بربنديكولار معاه. بسيطة جدا. ده كده كان كل ما يتعلق بالليسون دوت. برضو في مسائل جميلة هي تانية ميكسد ريفيو، تعال نحل دي مع بعض. ديترمن ذا فاليو اوف، لو كان ايه بتساوي بي، يلا بارل تو بي، يلا ايه بارل تو بي؟ تقدر تقول لي الاكس بكام؟ يلا نحلها مع بعض كده بسرعة. ها في الحرف الزد بسرعة، بارل يعني ايه؟
يعني كده مين بتساوي مين؟ يلا او حرف الاف بسرعه. طيب الزاويتين دول دي ودي اسمهم ايه؟ تو ايه؟ تكتب 1 اسمهم ايه؟ اسمهم ايه؟ اسمهم ايه في العلاقات اللي عرفناها؟ انترنت انتيريو. ايوه انترنت انتيريو. يبقى اقول له 2 اكس بلس التين مالها؟ بلس ايكوالز 124. بس واجيب منها الاكس خلاص، لما اجيب الاكس اقدر اجيب الانجل دي خلاص هتطلع 124. ماشي. في ايه تاني عندي؟ تعال نشوف اللي بعدها. ايه التو انجلز دول؟ دي مع دي بيسموا ايه؟ كورسبوند. لا مش كورسبوندنس. لا مش كورسبوندنس ولا سيم سايد اكستيرير. مفيش حاجه اسمها سيم سايد اكستيرير. انا لما يديني ديت اقول له استنى انت كده بتضحك عليا، انا اللي اعرفه ان انا اقدر اتكلم عن الانجل دي والانجل دي. طب انا ما اقدرش اجيب الانجل الثانيه دي؟ اقدر اجيبها. الانجل 2 دي اجيبها ازاي؟ تكتب 3x minus 2 equals to 108. لا لا انا اقدر اقول له بص بقى خليك ركز عشان انت بتغلط. دي مش عارف ليه مع انها سهله جدا. بص خبي دي خالص، خبي الجزء ده خالص اللي على الشمال كان ده مش موجود. ده الجزء ده كانه مش موجود خالص، ده اهو مش موجود دلوقتي. اركز في الاحمر اللي هرسمه ده. الاحمر اهو ده لاين كده، شايف اللاين ده ومعاه لاين تاني. الانجل دي كلها كام؟ 180. خلاص هو اداني 44، يبقى الباقي منها كام؟ تكتب 180 minus 44. ايوه كده 180 minus 44 تطلع كام؟ 6 3 1. يبقى الانجل دي اللي هو بيدور عليها دي الماجنتا 136. خلاص عرفت الانجل انها ايه؟ 136. يبقى هو ده اللي انا كنت عايز ادور عليه. يبقى هو بدل ما يديني ال 136 ويخليها مساله زي بتوع الشابترز اللي فاتت، لا ضحك عليا واداني ال 44. اقول له انا كده دلوقتي انا عارف حاجه حلوه اهي ان دي 136. ال 136 دي بتساوي مين؟ بتساوي ديت، لان هما الاثنين ايه؟ حرف اف كورسبوندنس. هما الاثنين اهو بيعملوا كورسبوندنس هما الاثنين. يبقى اقول له 3x minus 2 equals 136. جبت 136 منين؟ لان عارف ال 44 ديت بتكملها تعمل سبلمنتري معاها. فهمت بيضحك عليك ازاي؟ بدل ما يديك ال 136 بيديك ال 44. اقول له لا استنى انا مش هعمل حاجه ال 44 دي دلوقتي مع ديت، انا اجيب بقيت ال 180 بتاعتها واحل من اساسها. وصلت؟ يبقى هو عشان كده بيحاول يخدعك في الدروس الجديده بيها. ده كده كل الموجز بتاع الليسون نمبر 3.3. شايف البلين ده؟ الخطين دول كده دول بارلل تو اتش اذر، وده في هنا حاجه بربنديكولار كده وبربنديكولار كده.